أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: ما حكم تعليق الصور في المنازل كصورة الوالد الذي مات أو الأم أو الأخ، حيث يراد بها الذكرى فقط؟ لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح، لا من الآدميين ولا من البهائم ولا من سائر ذوات الأرواح، لا يجوز تعليقها على الجدران لا للذكرى ولا لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سترا في بيت عائشة فيه تصاوير تغيظ عليه الصلاة والسلام وأبى أن يدخل المنزل حتى هتك ذلك الستر وأزيل عن مكانه. ولأن تعليق الصور يجر إلى الفتنة وربما يؤول إلى الشرك وتعظيم هذه الصور المعلقة، خصوصا إذا كانت هذه الصور لمعظمين كالعلماء والرؤساء وغير ذلك، فإن هذا سبب للتعلق بها والتبرك بها، وإن لم يكن تبركا ولا فإنها محرمة، لأن هذا فيه إعلان للمعصية. نعم.